السلام عليكم شباب. بآخر محطة من محطات أو من سلسلة التيرمينولوجي بالباطنية، المصطلحات. ناخذ المصطلحات عن الفيتال ساينس. احنا أخذنا مصطلحات عن الجي اي تي، عن اليورينري سيستم، وعن الريسبيراتوري سيستم أخير شيء. هسه نجي عن الفيتال ساينس، لازم نعرف شوية الفيتال ساينس. طبعا هي يعني تشبه ذنية البقية شغلنا، بس ناخذ مصطلحات تدقيق وكذا. ذنية مال الأجهزة، السيستمات، الرسبيراتوري واليورناري والجي اي تي، كان التدقيق بالسنة الجاية ناخذه، بالرابعة أو بالخامسة بالسادسة، المهم بالمراحل الجاية من الباطنية ندقق أكثر. هنا التدقيق بالغالب أو المعلومات الدقيقة احنا ماخذيها بالفسجة بالمرحلة الثانية، بس يبقى احنا شغلنا هسه حاليا تيرم مصطلحات، مو الا كلش ندقق بالميكانيكيه والفسجه مالتن وهيجي، لان هذا الشيء احنا ماخذيه قبل. بس احنا يعني بشرحي اني هذا راح اتوسط، لا كلش يعني اشربت الماده مثل ما الدكتور اعطانا اياها باربع دقائق او خمس دقائق، ولا كلش ادقق بيها بحيث يعني افصل كل كلمه، لان اذا افصل بها كل كلمه حتى اني يعني اريد اقراها هيك الي ونفسي يوم كامل ما تخلص. فالمهم هسه الفيتال ساينس، طبعا الفيتال ساينس يشمل لنا اربع شغلات، اللي هي الاولى خلينا نكتبهن الصفحه الاولى، البالس، الثانيه شنو البلاد بريشر، الثالثه ريسبيراتوري ريت، والاخيره الهارت ريت. هاي ال العفو ريسبيراتوري هاي الهارت ريت ويا البولس نحسبه، الاخيره هي التمبرتشر، سوري درجه الحراره. هاي احنا درجه الحراره والبولس البلاد بريشر ايضا ذني ماخذين بالمرحله الثانيه، ريسبيراتوري ريت هم ماخذين عنا بالكورس الثاني مال الفسجه. ف يعني عندنا معلومات عنهن، بس هنا راح ناخذ اشياء مختصره. المهم vital signs consists the following pulses. اول شيء pulses arterial pulse، احنا نقيس الارتريز ما نقيس الفينز، هاي معروفه. are detected by compressing the early vent vessel against a firm underlying structure. يعني نجيبها مثلا نريد نقيس البالس للرايديال ارتري، نجي هذا الرايديال ارتري نسوي له compressing، نضغط عليه against a firm underlying structure، فالتركيب جوا يكون صلب صلد شويه، اللي هو بالعاده يكون عظم يوجوالي ابون. مرات اكو عندنا كارتج بعض الاحيان مو بون. المهم it provides information about، شو ينطيني هذا؟ معلومات عن شنو؟ ينطيني معلومات عن الرايت ريذم مال البالس. طبعا احنا بالمرحله الثانيه هناك اخذنا يمكن اربع او خمس مواصفات للبالس، هنا حكالي عن الرايت والريذم. Although significant abnormalities in character مال البالس may be also detected. ف volume of pulse هاي من الاشياء اللي نحسبها. المهم if the rhythm is regular it's safe to count، يعني سهولة نحسبه. ليش؟ نحسبه ل 15 ثانية ونضربه في 4. بس إذا هو irregular and very slow pulses require palpation for a full minute. نحسبه لدقيقة كاملة على مود نقول يابا كذا مثلا 70 مرة أو 80 أو 100 بيت بير مينيت، دقة في الدقيقة. The radial pulse is palpated، كمثال خاص radial pulse وين نسوي palpation؟ على gentle pressure of the artery اللي هو radial artery against distal shaft of the radius، على عظم الراديوس، using the tips of the index and middle fingers. طيب هاي هنا حكينا عن الريدال ارتري، راح نحكي عن الفيمورال ارتري بولس. شلون نقيس من الفيمورال؟ من الفيمورال نقيس، شوفوا هاي الصورة وين، هاي الصورة اللي هنا هي يحكي لي الفيمورال. هاي هنا الامبليكس، هنا انتيريور سوبريور اليك سباين، البيوبيك سيمفيسيس، المسافة اللي بيناتهن اللي هي هنا، خلي اسويها باللون الاحمر هنا، ما ادري يجي اي هنا، هي نسوي كومبرسينج على عظم الفيمر، فهي بمنتصف المسافه بين الانتيريور سوبريور اليك اي اس اي اس انتيريور سوبريور اليك سباين والبيوبيك سيمفيسيس. هنا نقيس الفيمورال
بالبالس فبرس ديبلي بلو ذا انيجواينال ليجامنت، هذا الليجامنت الشهير انيجواينال ليجامنت، ميدواي بتوين ذا انتيريا سوبيريا اليك سباين اند ذا سيمفيسس بيوبيك. طيب ذا بالس از يوجوالي ايزلي فيلت اجينست ذا اندرلاينج فيمر، يعني هذا ذا اريد نقيسه فبسهوله ينقاس، يعني واضح ذاك وينه. بوبليتيال بالس، البوبليتيال بالس هذا موست ديفيكلت بالبيت، صعب كلش، اللي هو خلف بالبوبليتيال فوسة خلف الركبة. فليكس ذا ني تو ابروكسيميتلي 120 ديجري، يعني حوالي 120 درجة نسويها نلوي الرجل مالته، يعني تصير بزاوية منفرجة. وذ يور ثامبس اون ذا باتيلا، اخلي الابهام مالتي على الباتيلا، والاصابع الفينجرز ان ذا بوبليتيال فوسة such that they meet in the midline. The dorsalis pedis pulse is palpated by presenting against the tarsal bones, على العظام القدم tarsal bones just lateral to extend certain tendon of the great toe, although in some patients. المهم انه هاي الدورسالس بيدس تقريبا خلف الاصبع البيكتو مال الرجل شوية يعني ميديال إلي أو لاترال إلي عفوا، ها هي فيقول لي lateral to the extensor tendon of grade 2 على معظم التارسل بونز، يعني بعد الكعب بشوية، أو هو يعني بالقدم ظهر القدم شنو نسميها هيك. In some patients it may be necessary to explore the dorsum of the foot more widely. طيب احنا بعد احنا ذكر الراديال، ذكر الفيمورال، ذكر البوبليتيال والدورسال سبيدس، الكاروتيد ارتيري ما ذكره ما اعرف ليش. المهم بالس رايت this should be expressed، طبعا البالس رايت هو نفسية الهارت رايت، خاف واحد يتساءل نفسيته او مو نفسيته، ينهي انقاسا بيت بير مينيت، كم دقة في الدقيقة. This should be expressed in beats per minute. رايت هو طبعا بين 60 الى 100 النورمال، اكثر من 60 تكي كارديا، اقل من 60 برادي كارديا، هاي اللي يريد يذكرها بهذا المصطلح او بهذا السطر عفوا. الريذم مال البالس كان بي اذا ريجولار او ريجولار بات فاريشن اكزيست. شوفوا اكو ريجولار يقول السيلف اكسبلنتري ديفينيشن، يعني كلمه هي شارحه نفسها ما يريد يشرحها، هو ريذم مالته ريجولار، المسافه او عفوا الزمن بين دقة ودقة أخرى من القلب متساوية، كل ثانية أو هي مو كل ثانية، أقل من الأجزاء الثانية. المهم أكو irregular regular irregular 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 irregular. هاي شنو هنا؟ يعني هو كل الرذم نشوفه irregular غير منتظم، والفوليوم مال كل دقة حجم الضربة أو قوتها خلينا نقول تتباين تختلف، فهو مو منتظم لا بالحجم الفوليوم اوف بالس ولا منتظم بالزمن كزمن. فارجولار ارجولار كومبليتلي راندوم باترن اوف بالسيشن سينونيموس وذ اي اف، دول اهل الاتريال فيبريليشن نشوف عندهم حتى بالاي سي جي هاي تبين الهارت ريت مالته غير منتظم، يعني مره المسافه بين ضربه وضربه ثانيه كلش هوايه، اللي وراها لا تجي المسافه كلش قليله، وهكذا المسافه متباينه مختلفه. اكو ريجولار ارجولار، هنا حسب الكلام اللي موجود هنا يقصد ريجولار ارجولار انه هو الباترن منتظم، لكن تجي بيه فد ضربه ضربتين غير منتظمات، اوكي فهو يصح له ريجولارلي ارجولار. والدكتور ذكر بمحاضرته انه ريجولارلي ارجولار الفوليوم، احنا نقيس الفوليوم وال يعني هو كرذم مالته ريجولار او لا، فيقول مرات واحد منهن الرذم مثلا يكون ريجولار والفوليوم ريجولار، او بالعكس الفوليوم يعني تختلف، واحد يكون ريجولار وواحد ريجولار، فلذلك يقول لي ريجولارلي ريجولار، الفوليوم والرذم واحد منتظم وواحد ما منتظم. طيب نوت كوايت، هاي طبعا الكلام اللي ذكره الدكتور، بس اللي موجود بهاي السطرين او ثلاث اسطر ونص اللي موجود بيهن انه يقول لي باترن نمط يكون منتظم تتخلي لك كم دقة غير منتظمة، هاي فيقول لي هنا
and not quite the count indication that it seems. هاي اللي ملونها أنا باللون السمائي. Non-regular pulse can occur on some other regular pattern. النمط كله منتظم بس صير بيش كم ضربة كم pulse هاي pulse non-regular. For example, pulses by Geminus. هاي في حالة اللي هي تعني نفس هذا الكلام اللي قلناه باللون الأزرق. Will cause regular ectopic beats. Resulting in alternating brief gaps and long gaps between pulses. Character, waveform and volume. This is best assessed at the carotid artery. يعني هاي الكاركترز المواصفات مال البولس نقيسها بالكاروتيد artery. Feel for the speed at which the artery expand and collapse and the force with which it does so. على مواصفاته. اكو هنا راح ناخذ الايورتيك هاي النقاط الكم نقطه 6 ايورتيك ستينوسيس راح يحكي لي عن فد حالات معينه وكل وحده منهن شلون يكون البولس بيها والامراض او الحالات اللي يصير بها هاي القضيه اللي يصير بها هاي المشكله خلينا نقول. هذا الكلام كله الدكتور ما ركز عليه طبعا قال حتى للمرحله السادسه انا ما اقولهم لا تدققون بي. المهم اول شغله اللي ايورتيك ستينوسيس حاله التضيق الايورتي الايورتيك ستينوسيس تضيق الايورتيك فالف يقصد سلو رايزنج بالس البالس يكون سلو رايزنج perhaps with palpable shudder this is sometimes called narcotic or plateau phase. هاي سهله صحيح انا ملونهن باللون هذا طين هايلايتر سمائي بس هن مو كلش مهمات. عندك بالايورتيك ريجرجيتيشن collapsing pulse that the feels as though it suddenly hits your fingers and falls away just as quickly. يعني تجي انت مو مخلي اصبعك تجي تلخ او تجي هاي النبضة تضرب اصبعك وفجأة تروح قبل just as quickly falls away. Try feeling at the brachial artery. هاي يشرح لي عنها. Pulses by spherians. هاي pulses by spherians with two peaks found where aortic stenosis and regurgitation coexist. يعني النقطة الأولى والثانية اثنينهن موجودات بهذا البيشنت. تجي عند pulses by spherians اللي هي wave form with two peaks موجب بها قمم اثنين. صراحة شنو هاي الكلام مو كلش داعي فهمه بس احنا مو مطالبين ان نركز عليه بس هاي مصطلحات لازم نخليها ببالنا. aortic stenosis, aortic regurgitation, pulses by spherians, hypertrophic cardiomyopathy اللي هي left ventricle يكون بي hypertrophy. اوكي عضلة القلب اللي يقصد خصوصا هنا left ventricle البطين الايسر يصير بي hypertrophy. صح له jerky pulse. High pulse may feel normal at first but recedes quickly. يعني بالبداية نحسه normal ويرجع يصير abnormal يتلاشى يتراجع هيجي. Pulses alternates. Pulses alternates. Alternating strong and weak pulsation. The pulsation مرة يجي strong مرة يجي weak وهكذا. Pulses paradoxes. هاي إذا راد يجيبنا توقع يجيب النهاية لأنه سهلة. اللي هي pulse is weaker during inspiration. خلال التنفس خصوصا الشهيق يصير pulse weaker. ضعيف أضعف. Causing include cardiac tamponade, status asthmaticus, constrictive pericarditis, pericarditis. Cardiac tamponade اللي هي شنو يقصد بها cardiac tamponade؟ Fluid تجمع بال البلورا مال اللنك حسب اللي فهمته أنا. هاي المواقع مال اللي نقيس بها البالس هنا بالرايديال هنا بالبريكيال هنا كاروتيد هنا قلنا في مورا شرحنا عليه. هنا البوبليتيال الدرسة هنا ما يجي على بالي هذا يا هو منهن الاف الاخير الجي هو الدورسال سبيدس. اوكي بوستيريور تيبيال بولس هذا الاف هو بوستيريور مال بوستيريور تيبيال بولس يعني على البوستيريور تيبيال ارتري. طيب ما يهمنا هذا الكلام كلش كم هذا البولس اخذناه البولس اللي يعني ك كونكلوجن ملخص له عرفنا البولس عرفنا المواقع مال البولس المواقع مال البولس عرفناها
وتكي كارديا والبادي كارديا، عرفنا رذم شنو انواع ريجولار ريجولار وهاي السوالف مالته، واخذنا ذني اللي قلنا مصطلحات لازم نخليها ببالنا، ستينوسز وريجورجيتيشن والبقيه. نجي الى تيمبرتشر، تيمبرتشر شويه راح نحكي بها اكثر. احنا هم مارين عليها العام الماضي. نورمال اورال اور اير تيمبرتشر حوالي يعني انجلش وعربي از اراوند 37 درجه سيليزيه. هاي 37 سيليزي. بوت مي رينج بتوين 35.8 اند 37.2، من 35.8 الى 37.2 هاي الرينج مالتها اللي هو 98 الى 99 فهرنهايت. عندنا اكو روتس يقيس بهن التمبرتشر، هنا ما راح يركز عليهن بس يقول لي اكو اكثر تمبرتشر اللي هي بركتم، يخلون المحراب ثرموميتر ويقيسون درجه الحراره خصوصا بالاطفال. هاي اباوت 0.5 نص درجه هي اعلى higher than oral. من احنا نخلي الاورال مالتنا هي الستاندرد والبقيه نقول اعلى لو اقل من عندها. فالريكتال تيمبرتشر اعلى بحوالي نص درجه. الاكزيلا انريليبل سايد فور ميجرنج تيمبرتشر، يعني ما نثق بيه مال الاكزيلا كلش. ليش؟ لانه منطقه الاكزيلا معرضه للهواء، معرضه للبيئه الخارجيه، فتتاثر كلش هوايه بالبيئه الخارجيه مال الجسم، يعني بالجو حار، واحد قاعد بالشتاء مثلا او بغرفه بارده ودقيقه درجه الحراره، فاذا بالاكزله مباشره راح يطلع عنده درجه الحراره نازله، بس هي بالحقيقه درجه الحراره طبيعيه فيخدعنا الاكزله. اهم شيء او اللي نقيسه هو اللي بيثقه ريليبل الاورال كافيتي. طيب بالاورال كافيتي احنا مو بالعاده نقيس بالميركوري، يعني ثرموميتر ميركوري اللي هو محرار زئبقي. اذا بالاورال كافيتي ما من حقنا نستخدم الزئبقي، نستخدم واحد ديجيتال رقمي. ليش؟ لانه الزئبقي الزئبق ماده سامه، فاذا ندخلها للاورال كافيتي ممكن انه المحرار ينزرف، يصير بيفد مشكله، او البيشنت يعظم، ما اعرف، كل شيء ممكن يصير، خصوصا اذا البيشنت طفل خبيث. هنا بهاي الحاله راح الزئبق يدخل الجسم يسمم الجسم. اوكي، فما نستخدم الزئبقي، فيوز ا ديجيتال ثرموميتر اندر ذا تانك اور ان ذا ريكتوم اور ذا اكسترنال اوديترميتر. ميركوري ثرموميترز هاف بين ريبليسد باي الكترونيك ديفايسز ويتش ار سيفر اند مور اكيورنت. ذير از ا سيركاديان فاريشن. شنو يعني كلمه سيركاديان فاريشن؟ تعني انه القيمه اللي دنا نحكي عنها تختلف باختلاف اوقات اليوم الواحد، يعني الصبح تختلف ما عن الليل، تختلف ما الظهر، فاكو سيركاديان فاريشن بدرجه الحراره. تكون لوست ريدنجز اكرينج ان ذا ايرلي مورنينج، الصبح اقل درجه الحراره. ليش؟ لانه الجسم كان نايم ومرتاح وهيك، الميتابوليزم قليل، ف ماكو يعني درجة الحرارة هو يعني مرتاح، لاكو تقلصات عضلية وكونتراكشنز وكذا حتى ينتج حرارة، ولاكو هضم واكل وهيجي، فدرجة الحرارة تكون قليلة. من يقوم من فراشه ويبدي يقرا او يشتغل يمشي، هنا درجة الحرارة تبدي تزيد، فهذا السيركاديان فاريشن بالتمبرتشر. عندي مصطلح الفيفر البايركسيا. الفيفر كلنا نعرفه وسامعين به الحمى، بس بايركسيا مصطلح جديد، يعني هم احنا ماخذينه بالفسلج العام بس ننساه، ما اعرف ليش، لان ما نستخدمه كلش هواي فننساه. عندنا ذن الزجاج هذا البايركس اللي يتحمل درجه الحراره، فانتوا تذكروا هذا الزجاج اللي يتحمل درجه الحراره. فالحمى الفيفر اسمها الثاني هي البايركسيا. طيب فيفر is an increase in body temperature usually caused by cellular response in to infection. يصير الخلايا تسوي ردة فعل للالتهابات infection تنطيني fever. اوكي، لانه احنا عندنا كلمة infection وكلمة inflammation، اريد شوية نوضح معناها فرق بيناتها، اتمنى انتم تعرفوها بس نوضح. الانفكشن هو التهاب بكتيري، الانفليميشن هو التهاب بشكل عام، قد يكون بكتيري طبعا infection بكتيري فيروس
يعني مال مايكروبيولوجي. الانفليميشن التهاب بشكل عام قد يكون سببه شرب الكحول يعني سبب او سببه دايت او اي سبب ثاني تسوي لي التهابات، هذا انفليميشن. بس اذا سببه بكتيريا فيروسات هنا نسميه انفكشن. شوفوا انفكشن بها حرف الكاف، سيل للفظة كاف، ان بكتيريا هم بها كاف، فيعني هاي ممكن تفيدنا حتى نحفظ. فهاي الـ يعني جسم الخلايا من صير عندي انفكشن التهاب بكتيري فيروسي هيجي راح تنطيني تزيد درجة الحرارة. من تزيد درجة الحرارة حتى هاي ارتفاع بدرجة الحرارة بلكي يقتل هاي البكتيريا او الفيروس هيك. فيقول لي fever is an increase in body temperature usually caused by a cellular response to infection, immunological disturbances اضطرابات مال الجهاز المناعي or malignancy. Fever pyroxia is a body temperature more than 99th percentile of healthy adult maximum. صح هاي الجملة مو كلش فهمتها، بس ممكن يقصد هي أكثر من 99 درجة فهرنهايت، لأنه إحنا قلنا هاي فوق الفهرن ال temperature normal مالتها 98 بال فهرنهايت 98 إلى 99، فإذا زادت عن 99 هي تكون fever. أتوقع هيك ممكن يقصد أو في مقصد ثاني مو واضح. Fever is present if the oral temperature is more than. إيش قد؟ إحنا مو قلنا 35.8 إلى 37.2 سيليزي. أوكي. إذا إحنا ما نقول قبل 37.3 هي قبل fever. لا. نوصلها ل 37.7. إذا أكثر من عدها هي هاي fever. أو إذا مال التمباني كم الإذن يخلون المحرار ما أعرف ليش ويقيسون هاي 37.5 درجة سيليزي. In immuno deficient or neutrophil patient. المهم fever is a single temperature. بعد يعني هذا مصطلح كلش اللي برأيي لازم نحفظه للفيفر هي single temperature more than 38.3 or a temperature more than 38 بس 38 sustained for 1 hour. يعني هي أما هي درجة الحرارة single temperature نقيسها مرة واحدة ونلقاها أكثر من 38.3 هنا سميها fever. أو إذا عدة قياسات أكثر من عدة قياسات أكثر من 38، يعني إذا لقيناها 38 مثلا نقول نقيس بعد مرة مرتين ثلاث مرات لحد الساعة، يعني حوالي ساعة أكثر من ساعة هنا لأكثر من ساعة هي بقرت 38 أو أكثر من 38 سميناها فيفا. إذا أول ما أجينا قسناها ولقيناها 38.3 أو 8 أو أكثر من 38.3 بعد هنا ماكو حاجة نصبر ساعة أو نقيسها أكثر من مرة أو هيك، هي مباشرة عالية كلش، هي مباشرة فيفا. أوكي طبعا تلاحظون وياي إنه الأرقام شلون ما مرتبة بدرجة الحرارة، يعني هنا دا يقول 37.7 نادي يقول 38 و 38.3. المهم هي تعلى بهالقيمة. أوكي الأرقام يعني هنا مو كلش منطينها بشكل متناسق. أوكي كل مرة حاكي بشكل body temperature is tightly controlled to maintain normal metabolic processes. يعني احنا نحافظ على temperature لأن لها علاقة بالميتابوليزم. أوكي فتهمنا درجة الحرارة لأنه الإنزيمات تحتاج درجة حرارة يعني معينة ثابتة يلا تشتغل بها، أي اختلاف بدرجة الحرارة يأثر على الإنزيمات، وإحنا الميتابوليزم ما شاء الله إحنا أخذناه بالكيمياء كل إنزيمات. طيب عندي بالهايبوثاليموس أكو فد نقطة اسمها set point، the set point يعني نقطة السيطرة خلينا نقول أو الضبط مال درجة الحرارة، هاي سيطر عليها الهايبوثاليموس and modified by infection, inflammation. Rarely other conditions, example hypothyroidism, lymphoma. يعني درجة الهايبوثاليموس هي اللي تحدد انه درجة الحرارة مثلا انا الطبيعية بجسمي هي 37 عادل مثلا. اوكي
هاي السيت بوينت اللي نظمتها اللي نظمتها الهايبوثالاموس مرات يجي التهاب معين انفكشن او انفليميشن او اي هايبوثايرويدزم لينفوما تجي في مرض معين حاله معينه تغير السيت بوينت مال الهايبوثالاموس. يعني الهايبوثالاموس هسه مو مطيه اوامر للجسم انه انطت اوامر للجسم انه درجه الحراره بمنتظر مثلا لازم 37، اذا لا سمح الله صار في حاله معينه الهايبوثالاموس ممكن تاثر على السيت بوينت مال الهايبوثالاموس تخليها بدل ال 37 39 او هيك. هنا الهايبوثالاموس هي راح تصعد درجه الحراره، او مرات شخص يعني وتصير عنده فيفر اوكي، او مرات شخص السيت بوينت مال الهايبوثالاموس تصير عليها فد تاثيرات تقللها بدل ما 37 تسويها 35 او 36 وهكذا. المهم رتف اوضح لكم فكره السيت بوينت اللي موجوده اللي تنطيها الهايبوثالاموس. الهايبوثالاموس تنطيني نقطه مال ضبط مال درجه الحراره، تقول لي درجه الحراره مالتك لازم تكون كذا درجه سيليزيه. Body temperature depends upon the balance between heat generation and heat loss. هاي العاماني من شرحت درجة الحرارة كلش توسعت بيها هنا بس هذا السطر. طبعا تعتمد body temperature قلنا على البالانس بين الهيت جنريشن هيت لوز، وبعد على شغله ثالثه ambient environment البيئه المحيطه. ف انا شنو اللي ينتج لي درجه الحراره؟ الميتابوليزم عندي ينتج لي درجه حراره، الكونتراكشن مال العضلات ينطيني درجه حراره وهكذا. هيت لوز شنو اللي يفقد اللي يخليني افقد حراره؟ الفازو دايليشن، اذا صار فازو دايليشن الحراره من داخل الجسم راح تجي ويا الدم، الدم شايلها تجي يم الجلد يفقد حراره عن طريق وهكذا. عندي الامبيانت انفايرمنت اللي هي البيئه المحيطه، اذا واحد موجود بغرفه حاره بغرفه بارده مشتغل عليه السبلت درجه هنا ايضا البودي تيمبرتشر هم تتاثر بيها ضمن مدى ضيق. طبعا انفكشن از ذا موست كومن كوز اوف فيفر، قلت لكم عليها انه انفكشن صار التهاب، صار عندي بكتيريا او فيروس هنا فالجسم يريد يقتل هاي البكتيريا، شو يسوي؟ قال لها انت نقطه ضعفك يا البكتيريا انه ما تتحملين درجه حراره عاليه، فانا خلي ارفع درجه الحراره مالتي. يعني الهايبوثالاموس تعلي السيت بوينت، الهايبوثالاموس شنو تسوي للسيت بوينت؟ تعليها بدل ما 37 تأمر الجسم تسويها 39 مثلا، على مود بلكي بهاي 39 تقتل البكتيريا. طبعا هاي الشغله تنجح بقتل هواي يعني جراثيم او شنو نسميها مايكروبس. اكو فت حاله اسمها ريجورز او تشولز اللي هي الرجفه الرعشه الشمره، are bouts of uncontrollable muscular shaking، رجفة غير مسيطر عليها بالعضلات، often with chattering teeth، صك السنون وهيك بالأسنان، lasting for minutes، they are associated with rapid temperature rises and may be caused by cytokines. هاي الأسباب مالتها cytokines acute phase proteins resetting the hypothalamic temperature set point. هاي ال ريجورز او تشيلز هاي اسوشيت يقول لي من تصير راح يصير مسكولر كونتراكشن ان كونترابل غير مسيطر عليه، على مود من تتقلص هاي العضلات ترفع لي درجه الحراره، فبس تصير رجفه مباشره بسرعه راح تصعد درجه الحراره. ريجور مي بي اسوشيتد وذ بكتيريميا، شوفوا بكتيريا موجوده، اور ملاريا اند از اوف بور دايجنوستيك فاليو، يعني من خلال واحد عنده ريجور مو سهله انه اشخص يقول له ها انت عندك ريجور اذا عندك كذا نوع من البكتيريا التهاب او كذا المرض مالتك. لازم اخذ انفستيجيشن اكزامينيشن اناليسيس يلا اوصل للدايجنوستس. عندي باترنز اوف فيفر، هاي الانماط مال الفيفر، اكو عندي ناخذها بشكل مختصر بيرسيستنت فيفر اللي هي فيفر دائمه، يعني اللي عند it's one that doesn't fluctuate by more than one celsius during 24 hours persistent pyrexia. ما تتأرجح تصعد وتنزل، ثابت معلقة درجة حرارته يوم كامل أو أكثر من يوم. may be a sign of malignant hyperthermia, a drug fever.
تايفاس تايفويد فيفر الى اخره، هاي اسباب تنطيني فيفر. وش تنطيني اياها؟ بيرسيستنت دائمه. اكو عندي ريميتنت فيفر اللي هي صعدت ورجعت نزلت وبعدين دوار شويه هم ترجع وتنزل، وهي هي هاي الفيفر هي الاكثر شيوعا. اوسكليت باي تو سيليز ديورنج ذا كورس اوف ا داي، خلال اليوم الواحد تتارجح تزيد وتقل بحوالي درجتين، اللي هو يعني متقطعه، مره عنده فيفر مره رجع جزء طبيعي، مره صار مدوب شحن نصيح اللي هو درجه حرارته مرتفعه ارتفاع بسيط، انه بترجع تعلق بعدها ترجع للطبيعي هيجي. اكو ريلابسينج هاي تمبرتشر اوكيجنالي اكرز ان بيشنت وذ هوجكين ديزيز كاركترايز باي 4 تو 5 دايز اوف بيرسيستنت فيفر that then returns to the baseline before rising again. يعني هاي مثل ريميتنت فيفر هم متقطعة، بس هاي شنو قضيتها؟ مو تتقطع خلال يوم، 4 إلى 5 أيام دائمة، النوب يرتاح مثلا يوم أو أقل اليوم، النوب هم يرجع 4 إلى 5 أيام دائمة. فهاي حارة يسمونها persistent، سموها ريميتنت فيفر، سموها relapsing fever اسم ثالث. عندي هاي السبايكينج فيفر او الانترميتنت فيفر اللي هي يعني تشبه الثانيه، اللي هي اذ بريزنت فور اونلي سيفرال اورز ات ا تايم بيفور ريتيرنينج تو نورمال، تبقى كم ساعه وترجع للطبيعي. انترميتنت بايركسيا كان بي سبجستيف اوف ليمفوماس بايوجينيك انفكشن ساتش از ميلياري تي بي، هاي مو فد شيء مهم، يعطيني الاسباب مالتها. ممكن بايوجينيك انفكشن يعني انفكشن التهاب بكتيري فيروسي، بايوجينيك يعني مولد للحراره، ينطي حراره اوكي، وهي اغلب الالتهابات تنطيني بايوجينيك تنطيني حراره. فهسه هاي الباترنز اوف فيفر، عندي بيرسيستنت، عندي ريميتنت، عندي ريلابسيك، عندي الاخير صح لانترميتنت او سبايكينج فيفر اوكي. هذا انترميتنت يصعد لعدة ساعات ويرجع للطبيعي، يعني خلي أقول بسيط هذا بيه. فيفر versus هايبرثيرمية، عندي واحد يقول عنده فيفر واحد هايبرثيرمية، شنو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم أنا هسه وني شرحته وهسه راح أذكركم في الشرح مالتي. أنا مو قلت لكم الهايبوثالموس هي تحدد لي set point لدرجة الحرارة 37 أو 39 أو عفوا تحددها. فإذا ارتفعت درجة الحرارة بسبب إنه الهايبوثالموس صعدت الست بوينت، يعني صار عندي فد أبنورمالتي مشكلة بالجسم بحيث الهايبوثالموس قالت الست بوينت تصعد 39 أو تصعد 40، هنا ما نسميها هايبرثيرمي، نسميها فيفر حمى. شنو نسميها؟ فيفر أوكي. هاي الفيفر. الهايبرثيرمية لا، شنو نسميها؟ الهايبوثالموس اللي هي المسؤولة عن تنظيم درجة الحرارة، يعني لحد الآن محددة السيت بوينت مالتها طبيعية، فرضا 37 محددتها ضمن الرينج الطبيعي، بس تصير في عوامل خارجية قاهرة مؤذية تغير درجة الحرارة، السيت بوينت باقي ضمن الطبيعي بس مال الهايبوثالموس. الهايبوثالموس طبيعية بس المشكلة ظروف ثانية تخلي لي درجة الحرارة ترتفع اوكي. وبهاي الحالة الهايبوثالموس لانه مخلي السيت بوينت مالتها نورمال، راح تحاول بالهايبرثيرمية راح تحاول تقاوم هاي الظروف الخارجية وترجع لي درجة الحرارة للشكل الطبيعي. ففيفر از ان اليفيشن، الفيفر اللي تتغير بيها set point هي elevation of body temperature that exceeds the normal daily variation and occurs in conjunction with an increase in the hypothalamic set point. set point مال hypothalamus زادت مثلا from 37 to 39 39. once the hypothalamic set point is raised، إذا الhypothalamus صعدت السيت بوينت، هنا الهايبوثالموس راح تسوي اوامر للجسم انه الجسم يصعد درجه حرارته. زين الجسم شلون راح يصعد درجه الحراره؟
يزيد توليد درجة الحرارة ويقل الفقدان، صح لو مو صح؟ يزيد توليد الحرارة ويقل فقدانها. Neurons in the vasomotor center are activated and vasoconstriction commences. يقل شلون تقلل الفقدان؟ سوي vasoconstriction، تضيق بالأوعية الدموية. For most fevers, body temperature increases by 1 to 2 degrees. زيد درجة درجتين. أكو عند shivering which increases heat production from the muscles، يعني سبب الحرارة اللي زادت بالshivering العضلات صار بها contraction لأنها هيدا يرجف أو زادت. May begin at this time. However, shivering is not required if heat conservation mechanism raises the blood temperature. يعني إذا الهايبوثالاموس تريد ترفع درجة الحرارة، أول خطوة تتخذها هي الفازوكونستريكشن، يعني تسوي heat conservation، الحفاظ على درجة الحرارة اللي موجودة عندها. أوكي؟ إذا ما فاد، إذا فادت ما تسوي shivering، ما يقوم يرجف وهيجي. بس إذا ما فادت كلش هاي الفازوكونستريكشن اللي هي نسميها heat conservation، بهاي الحالة نلجأ للخطوة الثانية اللي هي shivering. طيب the process of heat conservation اللي هي الفازوكونستريكشن and heat production اللي هي shivering increased non-shivering thermogenesis continue until the temperature of blood bathing the hypothalamic neurons match the new thermostat setting. يعني بين قوسين توصل لحد ما درجة الحرارة مال الجسم توصل للست بوينت مال الهايبوثالاموس. طيب loses of heat by sweating and vasodilation continuous until the blood temperature at the hypothalamic level match the lower setting. هاي بحالة ثانية مو بهاي الحالة، إذا درجة الحرارة يعني الهايبوثالاموس تريد تقلل درجة الحرارة، شو راح تسوي لي؟ تسوي لي vasodilation وتسوي لي sweating تعرق، بذني راح يقلن ويوقف الفازودايليشن ويوقف السويتينج من درجة الحرارة توصل للست بوينت، تنزل إلى اللور سيتينج بوينت. أوكي؟ يعني هاي السطرين الأخيرين مكانهم مو هنا، مكانهم المفروض ويا الهايبوثيرميا، بس عادي. الهايبوثيرميا characterized by an uncontrolled increase in body temperature that exceeds the body's ability to lose heat. يعني زيادة بدرجة الحرارة غير مسيطر عليها، تتجاوز البودي ايبوليتي تو لوز هيت. احنا مو عندنا فد وسائل الجسم مثل الفازو دايليشن او السويتينج يفقد بهن درجه الحراره، هنا يصير درجه الحراره اللي جايتني ما اقدر هوايه بحيث او عاليه الى مستوى انه ما اقدر اتخلص من عندها، فهنا شنو اسميها؟ هايبرثيرميا. ذا سيتينج بوينت اوف ذا هايبوثالاميك ثيرموريجوليتوري سنتر از انشينج. هنا اقدر اختصرها بجملة the set point of hypothalamus doesn't change. وها هي اكو عندي ليش هاي، يعني غال اغلب اسبابها هي exogenous heat exposure or endogenous heat production are two mechanisms by which hypothermia can result. يا اما تعرض للحرارة عالي موجود في مكان بيئة حارة او endogenous heat production are two mechanisms by which hyperthermia can result in dangerously high internal temperature. Example, heat exposure or treatment with the drugs that interfere with thermoregulation. مرات يتعرض للحرارة يشتغل في فرنهيت مثلا، أو مرات يأخذ أدوية تعلي له درجة الحرارة. أكو رد فلادز ويا الفيتشر ويا الهايبرثيرميا والهايبرثيرميا هنا والفيفا لازم نعرفها، ما ادري ليش كاتبها بهذا الشكل المايل، بس المهم نقراها. altered mental state، نشوف حالته يعني وعيه، حالته العقليه خصوصا، خما احنا نقول قام يهذي على قد ما درجه الحراره ترتفع عنده حمى، يقوم يخربط بالكلام مالته. headache and or stiff neck، صداع يصير عنده. petechial purpic skin rash، هاي اللي مو كلش اعرفها. hypotension، tachycardia ممكن يصير عنده. tachypnea، يعني respiratory rate يقل tachypnea. نشوفه اذا لازم recent travel to or
recent arrival from malaria or tuberculosis endemic area. يعني شوف اخو ما جاي من منطقه او مسافر المنطقه بها ملاريا او بها سلره او اوكي. recent use of immunosuppressant drugs. نشوف الادويه اللي ماخذها. significant active comorbidities. temperature مال الجسم. نشوف الريجورز مالته. هاي اشياء لازم نعرفها ويل درجه الحراره مالته، خصوصا ابو الفيفر والهايبرثيرميا. نجي الى نقطه الهايبوثيرميا. الهايبوثيرميا كور تمبرتشر less than 35 سي، اقل من 35، شنو نسميها؟ نسميها هايبوثيرميا. طيب از ايزلي ميست unless rectal temperature از ميجر. يعني حتى بالعاده اهلي اذا يريد نشوف عنده هايبوثيرميا او لا نشوف الركتم، نقيسها بالركتم. As body temperature falls, conscious level is progressively impaired. هنا مستوى الوعي مالته راح يقل، كل ما تقل درجة الحرارة مستوى الوعي مالته يقل. أبو الهايبرثيرميا مو مستوى الوعي اللي يقل، وإنما حالته العقلية المينتال ستيتس. أوكي، يعني أكو فرق. هذا أبو يعني ممكن يمشي ممكن كذا، أبو الهايبرثيرميا بس يقدر يسوي فد شيء بس سيطرته وما ينتبه الكلام اللي يحكي. اوكي، ابو الهايبوثيرميا لا اصلا راح يفقد الوعي، خلينا نقول هيك القضيه مالته. conscious level is progressively impaired. altered consciousness is common with care temperature less than 28 degrees. اذا نزلت درجه الحراره اقل من 28 هنا ممكن يفقد الوعي. هايبوثيرميا occurs in شو وقت دول الاشخاص اللي يصير عندهم هايبوثيرميا؟ شوفوا اشياء كلها بحياتنا ممكن تصير. elderly immobile patient living alone. اذا واحد ما يتحرك وكبير بالعمر وقاعد وحده، اوكي، هنا لا شغله ولا عمله خلينا نقول. فدرجة الحرارة مال جسمه ماكو muscular contraction حتى او حركة او كذا حتى تنطي حرارة. هو ممكن يكون عنده مشكلة، هو كبير بالعمر ممكن يصير عنده هايبوثيرمي. particularly during the winter. دولة خصوصا سعدهم بالشتاء اكيد. هاي water immersion and near drowning. هذا اللي يغرق او كذا بالمي هم صار عنده هايبوثيرمي. prolonged unconsciousness and low ambient temperature. اذا هو فاقد هو يعني درجة حرارته طبيعية لسبب معين، مثلا عنده هايبو بالسكر مالته، هايبو جلايسيميا، فقد الوعي وهو بغرفة باردة، هنا راح فوق فقدان الوعي مالته مال درجة الحرارة راح يصير عنده هايبوثيرميا تتجمع عليه. especially combined with alcohol intoxication which causes peripheral vasodilation. هذا يقوم يفقد الحرارة اللي بجسمه ابو شو اسمه ابو الانتوكسيكيشن الكحوليك، ف قام يفقد درجه الحراره مالته هو لسبب الكحول او لسبب ثاني فقد الوعي. هنا راح اضافه لفقدان الوعي يصير عنده فقدان الحراره هايبوثيرمي. عندك دراج اوفر دوز، ستروك، هيد انجري، هاي كلها. اكو عندك السيفير هايبوثايرويدزم. الهايبوثايرويدزم اذا صارت عندي هي تقلل درجه حراره الجسم بشكل طبيعي، حتى البيشنت يقوم يستبرد. بس اذا هي وصلت سيفير هنا يصير عندها هايبوثيرميا. نجي للسلايد اللي قبل الاخير، النيوتريشنال ستيتس، الحاله الغذائيه. يقول لي الالنس مي بي برودوس بروفاوند تشينجز ان ان انديفيدوال نيوتريشنال ريكوايرمنت ابيتايت اند ايبلتي تو ايت. يعني شنو اللي يريد يقول لي اياه هنا؟ يريد يقول لي انه الشهيه والمرض مترابطتان، فاذا واحد يتمرض ممكن يفقد شهيته للاكل. طيب واحد عنده اوبيسيتي، ندرس الاوبيسيتي. طبعا ذني النيوتريشنال ستيتس والاوبيسيتي هن مو ضمن الفايتال ساينس بس مخليهن هنا ما اعرف ليش. اوبيسيتي از ا ميجر وورلد وايد هيلث بروبلم largely as a result of changes in lifestyle. واحد يغير لايف ستايل مالته بحيث يقوم ياكل هوايه ما يتحرك، خصوصا اذا شايفين ذول اهل الخليج، كويت ما كويت، صار عنده obesity.
It's caused by excessive calorie intake associated with inadequate exercise. ما يتمرن، قاعد وساكت وياكل هواية، أكيد يصير عنده obesity. هذا الشيء اللي أنا أتمنى يصير لي. المهم بس مو كلش يعني زيادة، بس كم كيلو. أي it's secondary to hypothyroidism. ممكن يكون secondary to hypothyroidism، يعني واحد عنده hypothyroidism نبي يصير عنده obesity. Cushing syndrome، Prader-Willi syndrome or drugs وغيرها. It's associated with hypertension, hyperlipidemia. لأن أشياء تصير ويا الأوبيسيتي، hypertension ارتفاع الضغط، يصعد عند الضغط، تصعد عند الدهون لابد. Type 2 diabetes ممكن يصير عنده لابد، يعني تزيد احتمالية أنه يصاب بالسكر النوع الثاني. Gallbladder disease، sleep apnea، يختنق بالنوم أو هيجي. Obesity reduces life expectancy by about 7 years, about the same as a lifetime of heavy smoker. شنو هاي الجملة الأخيرة؟ يقول لي أهل الأوبيسيتي، أهل السمنة القوية، العمر المتوقع لهم يقل بنسبة 7 سنوات. يعني شخص يقولنا على صحته هذا فرضا يعيش 80، لأنه هو أوبيسيتي يقولوا لا، هذا شيل منه 7 سنوات اللي هو لأنه سمين. أوكي، نفسيته إذا هذا الشخص لا مو مدخن، مو عفوا مو سمين بس هو مدخن بس هيفي سموكينج، هم يشيلون من عنده من العمر المتوقع مالته حوالي 7 سنوات. أوكي، فزين إذا هو شخص هم سمين كلش وهم يدخن، هنا يشيلون 14 سنة أو أكثر من عمره، من العمر المتوقع، لأنه عنده الأوبيسيتي وعند السموكينج اثنين هني دمرنا دمار. Weight loss is important and may be due to reduced food intake. فقدان الوزن. Reduced food intake from a poor appetite. Anorexia. هذا الشيء اللي أنا أشكي من عنده. اللي هو الشهية للأكل ماكو. مو كلش يشتهي ياكل، يجوز يعيش باليوم على وجبه واحده او وجبتين كلش طبيعي عنده، ويمشي يومه بهيك ما يشتهي الاكل. فهذا ممكن يصير عنده ويت لوز، حتى لو يزيد وزنه يرجع يبدي يقل. ممكن لا يصير عنده امراض ما له ابسوربشن، هو دا ياكل بس الامتصاص مالته ضعيف. اور لوز اوف نيوترينتس، هو ياكل بس المغذيات كربوهيدرات بروتينات دهون صحيه بالاكل مالته ماكو. Example in prolonged diarrhea. ذول أهل الدياريا يعني ما راح يصير absorption، ما يلحق يصير absorption للمغذيات، حتى فيصير عنده weight loss. Metastatic cancer. Example of the lung. Breast or gastrointestinal tract. يعني الكانسر مالتهم. Serious and prolonged infection. هاي كلها دي يحكي لأسباب تنطيني weight loss. Serious and prolonged infection مثل tuberculosis هذا ممكن ينطيني weight loss. Untreated advanced HIV infection. A chronic inflammation مثل inflammatory bowel disease. هاي كلها ممكن تنطيني weight loss. In most of these systemic disorders weight loss is associated with anorexia. بالعادة فقدان الوزن يصاحبه شنو؟ فقدان الشهية. بس اكو حالات هو عنده شهية للأكل، عنده شهية للأكل كلش قوية ويحب يأكل كلش هواية ويكيف على العزائم طبعا، بس هو شنو على رغم من الأكل اللي دي يأكله هو دي يفقد وزنه. ليش؟ عنده مرض معين. من هاي الأمراض thyrotoxicosis, colic disease or type 1 DM. هذا يأكله حتى لو يأكله هواية ويزيد تزيد الشهية مالته بس يفقد وزن. weight loss associated with a normal or increased appetite. يعني شهيته ممكن تكون طبيعية ممكن لا تكون زيادة. أنا أعرف شخص عنده سكر دي أم تايب 1 يعني مهما يأكل ما يحس بالشبع ما يشبع. ليش؟ لأنه يحتاج هذه الأكل، وهاي وبنفس الوقت وزنه ينقص ما يزيد أو يادوب يحافظ على وزنه الطبيعي. فتايب 1 دي أم ميليتوس والكوليك ديزيز والثايروتوكسيكوسيس هاي كلها ممكن اشياء تزيد الشهية او تحافظ على الشهية طبيعية بس هو عنده weight loss. كملت هاي المحاضرة، طبعا هاي المحاضرة ما خليت بها lecture course، عجايات ان شاء الله تعالى. كل التوفيق يا رب، مع الف سلامة.